شاديني، خلينا نروح دلوقتي ونتابع أبرز وأهم الأحداث والأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، وهنستعرضها مع حضرتكم في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتقام ندوة كبرى للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد في جامعة القاهرة بقاعة الاحتفالات الكبرى، وبالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالجامعات المصرية في إطار الندوة التثقيفية 48 للاحتفال بالذكرى 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وده بهدف ترسيخ روح الولاء والانتماء ونشر الوعي بين طلبة الجامعة حول بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر. بيشهد الاحتفالية قيادات الجامعة والأساتذة والطلاب من مختلف الكليات. النهاردة هتعقد البورصة المصرية للسلع الجلسة رقم 85 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل، مما له تأثير إيجابي على أسعار المنتجات اللي بيدخل الدقيق ضمن مستلزمات إنتاجها ويساهم في الحد من غلاء الأسعار. النهاردة لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، منها مباراة النرويج مع أسبانيا الساعة 10:15 بالليل، وفي نفس التوقيت مباراة تركيا مع لاتفيا.